اليوم يوم السبت لنرى ماذا أنزل لمتابعيني من لعبة، لنرى الشبكة العنكبوتية محاكي الولادة. استغفر الله، ما هذا الشذوذ؟ رجل ولادة لا يتناسقان في لعبة GTA 5. ختمت 8000 مرة هذه اللعبة يا شباب. محاكي الكلب، حياة الكلاب سيئة، من شارع لشارع، وكلب يعضني من الكلى وواحد من البنكرياس. ليش هذا العذاب؟ نرى لعبة أخرى، الطفل الشرير. الصراحة ماني محضر نفسي اليوم لألعاب الرعب، يلزمني لعبة أكون فيها أنا المرعب. نعم، لنرى محاكي القرش. تخيلوا أن أكون قرش وأظلم كل الكائنات الحية في المحيط، وأيضا أذهب إلى الشاطئ وأخيف الناس وأخيف أي شخص أريده، وبالأخص النساء العاريات. عجبتني هذه اللعبة، Let's go. وبسم الله يا شباب، بدأنا في لعبتنا. متحمس جدا يا شباب أني أجرب حياة القروش. كما ترون شباب جابوني مباشرة في نفق، أنا لا أدري نفسي وين. نحن الآن نتمشى في نفق. اوكي، ما هذا؟ كبلوش ليك لوك لوك لوك. اوكي شباب، يعني اسرع بسرعه، اخرج من هذا المكان. اوكي، هذا الزر يسرع يا شباب، نايس، نستطيع ان نسرع. نضغط على الماوس هكذا. اوكي تعال، سمك شباب، هناك سمك، ناكلهم هكذا يا شباب بالماوس. نعم، نضغط على الماوس، ناكل كل الاسماك. انا لا اعلم في ماذا يفيدني قتل الاسماك او اكل الاسماك. وهذه سلحفاه شباب، شوفوا مسكينه، هل نستطيع قضمها يا شباب؟ على ما اظن سوف تكسر اسناني يا شباب، لكن سوف اجرب. خذ. اوكي شباب، قضمناها بكل سهوله يا شباب، ذهبت. هاي شنو؟ هذه سمكه كبيره. اوكي، هذه سمكه التونه العنيده شباب، او سمكه السالامونز، قرمشناها شباب. اوكي، قالوا لي اضغط الزر الايمن من الماوس هكذا. اضرب بالصفع، فيها الصفع يا شباب، والصفع هذا انا احتاجه، تشوفوا بعدين في ماذا احتاجه. اوكي، لنجرب نصفع هذه السمكه. خذي، لم تصفع شباب، ما علينا، يلا يلزم كائن كبير لكي نصفعه. ماذا يوجد؟ اريد الذهاب الى المحيط بسرعه يا شباب. ماذا يوجد هنا؟ اسماك اخرى، لاجرب اصفع هذه السمكه. خذي. اوكي شباب، صفعتها، داخت كما ترون، اصيبت بالدوار، نضربها ضربه اخرى. خذي خذي، تعالي لنقضمها شباب هكذا. اوكي يلا لنكمل طريقنا. شنو؟ ماذا يوجد شباب؟ اوكي، هنا توجد طريق مسدود، استطيع هدمه. لحظه شباب، اسوي زر الجري. كيف يا شباب؟ قالوا لي اضغط الزر الايمن من الفأرة. اوكي، الزر الايمن، خذي. اوكي، يلزم الصفع يا شباب، هذا يلزم الصفع، هذا الباب يلزم الصفع، خذ. اوكي شباب، فتحنا هذا الباب، والان يا شباب خرجنا الى المحيط. احس نفسي حر يا شباب، لاجرب ان اخرج من الماء لارى الاجواء في اللعبه شباب. سلام عليكم، اخيرا خرج القرش الراقع يا شباب. لحظه، لننزل لنرى الكائنات الموجوده هنا، لعل نجد كائن يا شباب. ها شنو؟ قالوا لي اضغط جامب. اوكي، هذه جامب شباب هكذا. لحظه، راح نجربها خارج البحر. جامب. اوكي شباب، سبيس، تقفز كما ترون هكذا، نقفز فوق الماء، نايس. انظروا يا شباب، هناك شخص يسوق الجيسكي. تعال تعال بني، لا تخاف لا تخاف، والله ما اسوي لك شيء، تعال فقط تعال. اوكي هارب يا شباب، الجسكي يجري اكثر مني. اللعبه لحد الان يدربوني شباب، قالوا لي اضغط الزر الايسر هكذا، هو اللي هو يقضم، وبعدها اضغط زر الصفا. تعالي ساجرب على السلحفات شباب، القضم وبعدها الضرب. نعم يا شباب، الان انجزنا هذه المهمه. انظروا اين طارت السلحفات، لنعيد من جديد. تعالي القضم وبعدها الصفا. نعم يا شباب، ما رايكم؟ لحظه لنمسكها ونقذفها خارج المحيط، وبعدها نصعد في المحيط ونمسكها. اين هي؟ اوكي شباب، اختفت. رأيتوا وين طيرتوا يا شباب؟ ديم، تعالوا لنعيدها يا سلعفات، لا تخافي. لا انا مجرد نتمتع مع اصدقاء. اوكي مات، مجرد انا اتمتع مع متابعيني، نجرب في هذه السمكه. تعالي حبيبتي، هذا هو سيستم الغابه او سيستم المحيط، هو من ذيلها يا شباب. انظروا هكذا، اجري بها فوق وبعدها اصفعها هكذا، تخرج من المحيط، وبعدها احاول الخروج من المحيط وامسكها في الجو. لم تضبط هذه الحركة شباب، لكن ما علينا، المهم حركة جميلة يعني. كما ترون جابوا لي علامة تعجب أمامي يا شباب، عندي مهمة. أوكي يلا يلا بسرعة يا شباب، إن شاء الله المهمة هذه شكلها في الشاطئ يا شباب، لنسرع كما ترون علامة تعجب أمامي. يلا أكملنا التدريب، أكملنا التدريبات، والآن نذهب إلى المهام. كما ترون أريد اصطياد شخص يا شباب من هنا، لكنهم أوكي سوف أغطس في الماء، سوف أصطادهم. تعال تعال تعال، هرب شباب، تعال والله ما ماشي عايز. أوكي أمسك بشخص، تعالي 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 حبيبتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليش تلبسين هكذا؟ قتلت لها حبيبها يا شباب أو زوجها. لا 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 لا، تقفز، قفزت السفينة يا شباب. أين هي؟ تعالي بنت حرام، والله لا أنزلك في الأسفل، أنا الشقي أنفاسك في الأسفل. أين هي؟ أين هي السفينة؟ اختفت يا شباب، أكلتها على ما أظن يا شباب. أوكي مهمتنا في الشاطئ يا شباب، اللعبة تقول لي اهجم على من في الشاطئ. لحظة شباب، هنا هذه بنت حرام، ليش تلبسين هكذا؟ ليش؟ والله لا أقدمك من هنا، تعالي شباب سوف أصفعها. تلبسين كذا؟ تعال ادخل 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 في الاسفل، نتكلم في الاسفل، لا نتكلم في الشاطئ الفوق. انزلي هنا، وهنا يبدا الصفعة. هي
اوكي ذابت شباب خلاص ذهبت تبخرت مع الهواء. لحظه شباب هنا وهذه المهمه شباب يقولوا لي اصطاد هذه المراه. تعالي ابنتي انزلي في الاسفل انزلي. ليش تلبسين كذا؟ ليش؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الكف اوكي شباب صفعتها نزلها صفعه اخرى. خذي تربي عودي توبي اسلمي. حتى لو ما خلنا لها ولا فرصه للاسلام شباب قطعتها كلها كما ترون. لنكمل نلتهمها كلها اوكي شباب هكذا لكي نذوبها. خلاص انتهى على ما اظن انجزت مهمتي. لا تزال مهام اخرى شباب. هنا لحظه هنا علامه التعجب. السلام عليكم لو حبيتوا. واه هجمت على مجموعه شباب من الشباب والله اكلتهم كلهم من دون ان ارى ايهم فيهم الصالح. لا تعالي بنيتي. اي واحده تلبس هكذا مصيرها المحيط. ارمي في المحيط. لحظه تعالي بنيتي. تعال انزل تعال اوكي هذه قدمتها شباب هذه ماتت. تعالي هناك من يهرب. لا تهربين. هذا رجل شباب ايهم هذاك الرجل وهذه المراه. تعالي انزلي في المحيط. ماتت شباب هي لا تتحمل. لحظه هذه ما زالت على ما اظن حيه. استغفر الله. خذي توبي تربي ولو ما عاد معك فرصه معي انا اقتلك وبعد اقتلك. هو شنو جاءتني البحريه يا شباب؟ على ما اظن سوف يقتلني. جت البحريه يا شباب. ماذا قول لي؟ اضغط بيس سبيس. نعم شباب هذه الذي ماذا تفعل هذه وايف ماذا تفعل ايه؟ نعم المراوغات. واو شباب لحظه البحريه والله اني اسف. جت البحريه يا شباب سوف يقضون علي. بليز ما ما زلت مصرين على قتلي. تعال البحريه. شباب كيف اهجم عنهم ابناء الحرام هذا؟ تعالوا يا رب سوف اموت. لحظه شباب سوف انزل الى الماء. سوف انزل الى الماء هكذا لحظه وبعدها سوف اخرج لهم الخرجه النهائيه. لاحظ يا شباب سوف اتخبأ هنا في الاعشاب. اي يروني. هو غطاس تعال سوف التهم هذا الغطاس. اوكي قتلت يا شباب هذا الغطاس. لحظه هذا القارب هو. السلام عليكم يا ربي. اوكي امسك الشخص يا شباب ادخلته الى المحيط. لا يزال لي شخص واحد. تعال حبيبي سوف اموت. شباب كيف ازيد؟ اوه قفز الى المحيط. تعال جئتوني في ملعبي هنا ملعبي. لا تصعد انزل لازمك الصفع هنا. خذ صفع. خذ هذا الغطاس يا زلمه نقتله بالصفع فقط. هذا الغطاس هي اوكي شباب لم يموت بالصفع. لازم العض هكذا سوف نسوي عليها الحركه. سوف اخرجه من المحيط هكذا يا شباب. اصدقائك جاءتني سفينه اخرى يا شباب. سوف اضغط ايه كيف اوكي هذا الزر يا شباب يراوغ هكذا لما تاتيني هكذا. تعال انت لما تاتي في الدائره الصفراء يا شباب سوف اضغط على هذا الزر. هذا الزر هو المراوغ. انظر هكذا فرايتم انظر هي نعم هي لن تصيبني هي لن تصيب. تعال راح شباب مات خذا مات خلاص. هذم اصحاب السفينه شباب هم اللي عذبوني يا ولد الحرام. كي امسك شخص قتلته. هذا واحد رمى نفسه في الماء. اين هو؟ تعال انزل حبيبي انزل. هذا على ما اظن ربان السفينه. انزل في الاسفل انزل هنا هذا مكانك الرسمي. لين ارى ماذا تفعل الان. يلا افعل شيء هنا. خذ توب. اوكي المراوغه. تعال المراوغه مراوغه المراوغه. ايه هل هو الغطاس هذا؟ انت معي. اوه شباب اصدقائه يقنصون عني. تعال اوكي مات. اين هم اصدقائه؟ تعال هذا على ما اظن ما زال لي قارب واحد. المراوغه. اي قلبي واع. يا رب اقفز. اوكي امسك الشخص. كم مازال من شخص؟ مازالوا ثلاثه شباب. القائد واثنان. تعال امسك الشخص اخر شباب. قضيت عليه. مازال شخص امام هنا. تعال نعم شباب امسكته. مازال الربان رمى نفسه. تعال سوف ننزل له الى الماء. اين انا؟ نزلت الى الماء. هذا هو الربان. ماذا يحدث؟ والله جاني قائدهم يا شباب. النهايه. هل استطيع التخلص من قائدهم؟ هذا انا يا شباب. قضى عني؟ لا تقول لي ابي اني متت يا شباب. اصطادوني يا شباب. لا تقول لي سوف يقطع لحمي. انقذوني. هل من قرش ينقذني شباب؟ لا ما زلت حي شباب. ما زال عندي امل اني افك نفسي. ما زال عندي امل يا شباب. بليز لا تغرس السكين. لا تغرس ايها الصياد بليز. لا تخرج بنكرياس. لا تخرج بنكرياسي والا يحكمني مرض السكري. الله اخرج مني قرش صغير ابني. هل انا مرأة يا شباب؟ لا يا بني لا ابني. اقتلني انا ولا تقتل ابني. لا ايها الصياد لا تفعلها. اوه نعم ابني احسنت هكذا ربيتك في بطني. التقمت نعم ابني يا شباب. التقم له يده قص له يده. يس
آه يا ابن الحرام. خلاص أنا متت لكن سوف يرثني ابني، على ما أظن شاب الآن سوف أبدأ باللعب بابني. هذه يد الصياد كما ترون شباب، رميت في الماء، وهذا بني. هذا أصبحت أنا يا شباب، هذه كيف نعتبرها بأنها أمي؟ لا ما تجيش، أنا مرأة يعني أنا رجل. أوكي شباب، أول وجبة سيتغذى عنها ولدي من بطني هي يد الصياد الذي قضى على أمه. هل من مهام؟ أوكي شباب، بدأنا حياتنا كما ترون شباب، أنا صغير. هذا يعني بأن في هذه اللعبة أستطيع التطور وأستطيع زيادة مهاراتي. هذا الماب شباب كما ترون عندنا مهمة هنا، أوكي سوف نذهب إليها لنرى بقية القوائم، لنضغط هنا. هذم الصيادين اللي لازم أقضي عليهم يا شباب كما ترون، كل سوف أقضي عليكم واحد تلو الآخر يا ابناء الحرام. هنا شباب وفولفو، هنا مهاراتي واسكناتي كما ترون شباب، لما أكسب مهارة جديدة وكذا. وهذه قوتي، قوتي في الماس روتين 2، قوتي في الهيلج روتين 3، قوتي في الديفنشز ريزول 1 أو نسبة كما ترون قليلة جدا. مهارتي في الدمج، دمجي قليل شباب، لازم نقوي دمجي. ومهارتي في السبيد قليلة جدا كما ترون شباب. أوكي يلا شباب لنبدأ رحلتنا في المحيط ونذهب إلى مهمتنا التالية. يلا بسم الله لنمشي فوق لأرى نفسي أين. أوكي شباب أنا في مياه كلها وحل، سوف أنزل في الماء شباب هكذا لعل أجد حيوان أو اثنين أتغذى عليه يزيد حجمي. تعال، ما هذه السمكة شباب؟ أوكي لنراها، هل أستطيع قتلها يا شباب مع أنها أكبر مني قليلا؟ تعالي. والله إنه قضى عليها يا شباب. دايم إير، ماذا تفعل؟ زر إير يا شباب هكذا إير. أوكي يوريلي الحيوانات عبارة عن رنين مغناطيسي. لنفتح الماب يا شباب ونراها أن نحن في الطريق الصحيح. نعم شباب نحن في الطريق الصحيح هكذا إلى المهمة. هنا شباب يوجد تذكرة، هل أستطيع الحصول عليها؟ أخاف أروح يا شباب أموت، ما علينا منها. سوف أرى الماب أنا أين الآن يا شباب. أوكي نحن أمام المهمة مباشرة، سوف ننزل إلى المحيط. أوكي أين هي المهمة؟ ماذا الخيط يا شباب؟ على ما أظن يلزمني أتبع هذا الخيط، هو الذي يقودني إلى المهمة كما ترون يا شباب. ماذا يوجد هنا؟ على ما أظن هذا مقري، أعطوني ميزة يا شباب كما ترون، تيجر بودي. أين هو إسكن النمر؟ الآن فعلنا إسكن النمر يا شباب. أوكي على ما أظن أنه يزيدني قليلا من قواي. لنخرج من مقرنا يا شباب. كيو وإي هي المراوغات. أوكي هذه كنت أعلم بها. أي شنو؟ هذا عدو يا شباب. لحظة، أوه سمكة سريعة جدا. تعال، أي لا لا لحظة هذه قوية يا شباب. أنت حرام. لا تستطيع هزمي، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ليث بحر وكريه المنظرة. نعم يا شباب هكذا قضمناه كله. أكلناها شباب. يس، أين هي أختك؟ هربت، خافت. هو شنو؟ أوه تمسيح يا شباب، هل أستطيع القضاء عليه؟ لحظة، لا علي الرقة لا تفعلها، سوف يقضي عني يا شباب في نحشة واحدة، لكن علينا سوف نحاول التهامه. تعال. أوه ضربة واحدة راح نص دمي. لا 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 خلاص سامحني عمي، عمي خلاص عمي، عمي لا تغضب يا عمي. ليش الغضب شباب؟ امتى يوه انه يلحقني يا شباب. خلاص 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 اهدى، هدي هدي. تعالي انت، تعالي تعالي، هذه اقضي عليك، انت ضعيفة. تعال. وهذه السمكة مهمة يا شباب كما ترون فوق علامة التعجب، هذا يعني بانها مهمة اساسية في اللعبة. اوكي تعالي، هذه يلزمني اقتلها يا شباب. ايمي ليس مضبوط يا شباب. اين هي؟ تعال ها، انا ميت انا ميت انا ميت، اهجم عني اهجم عني، لن اسوي لك معذرة. يا ربي تدور بسرعة يا شباب، انا عندي دوار الحركة. تعالي تعالي، الله راح دمي. اي تعالي امسكت بها امسكت بها. يا ربي اين دمي؟ سريعة جدا. قضت عني يا شباب، لا بليز عودوني من هذا المكان بليز. رزبون كي عادولي من هنا يا شباب. يلا استطيع العودة والقضاء عليها. قولي اضغط ال، ما يقصدون بال ال ايه؟ قالوا لي اشوف الماب. اوكي انا اعلم بانها امامي هنا. اين هي المهمة؟ ايه هذه هي السمكة التي قتلتني، وهذه مهمة جديدة شباب ظهرت لي، لكن سوف انتقم اولا من هذه السمكة التي قضت عني يا شباب. كي حددنا في هذا المكان، يلا لنذهب اليها. اين هو الطريق؟ اوكي شباب لنذهب من هذا الاتجاه، هي لننطلق شباب على ما اظن ان هذا الطريق مغلق ان شاء الله. اوكي مفتوح يا شباب. يس قبل يا شباب جئتها ودمي ناقص لاني كنت اتشاجر مع التماسيح، الان سوف اتيها ودمي فل. لكن هذم اولاد الحرام يا شباب يحاولون الهجم علي. نعم شباب وهذم اتباعها، على ما اظن شباب سوف اقضي عليهم الان قبل ان اهجم على امهم ويهجمون كلهم مع بعض، لذلك سوف اتخلص منهم الاول. يلا بسم الله، اول واحد تعال انت. اوكي قضيت عليهم يا شباب، قضيت على هذا الاول وهذا الثاني. تعالي هذا الثاني قضيت عليه. اوه جاءت امهم. اوكي والان بدا الصراع شباب، لكن دمي فل. نعم اكتشفت شيء، لما كل ما اقضي على شخص دمي يصبح فل او يزيد قليلا. اوكي تعالي بسم الله. الهجوم. اي نزعت لي نصف دمي يا شباب، قويه جدا. تعالي يا ربي شباب، ايمي ضايع ايمي ضايع. تعبت شباب تعبت، لا استطيع حتى الجري. تحرك اجري يا رب، وش الحاله المزريه. وجاءتها واخيرا ضربتها شباب. نعم ضربتها على ما اظن اني دمجتها قليلا. يس 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 انا ادمجها الان، امسكت بها. نعم يا شباب كما ترون نقصت لها دمها. تعال اوكي شباب ثلاث عضات اخرى سوف اكلها لكي تزيد لي دمي. هذه تعالي، اوه
هذه تراوغ. تعالي ابنتها يا شباب هذه. تعال قضيت على ابنتها يا شباب. يلا الان سوف التفت لها هي. تعالي واجهين الهجوم. الهجوم القاسح. اوه ديمي شباب ساكح هذا الهجوم. سوف اجري وبعدها اضربه. اجري وبعدها اي خذي صفعه. الصفع ايه انا لم اتعلم الصفع يا شباب وانا اقول اوكي اوكي. تعال سوف اراوغه وبعدها انقض عليه. اوه التهمته يا شباب اوكي نايس. تعال تعال اكل اكل. سوف اكل كل لحمه. سوف اكل شباب لكن سوف يفيدني واصبح كبير. هكذا اكلت كل لحمه يا شباب نايس. نعم يا شباب وتخلصنا منها. يلا لنذهب الى مهمه اخرى. هنا توجد مهمه اخرى شباب لنقاتل ابو شلغونغ. انا اقول لها لانها فيها هكذا شباب شنب لنحدد عليها ونقول بسم الله. ويلا نذهب الى مهمتنا التالية. والله اريد ان اكل هذا يا شباب لكن اخاف اموت مشكله. يلا شباب راح ناكله مع بعض. يلا ما علينا لنحاول. محاوله في العاده افاده. الو اوكي يس 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 خذها بليز بليز بليز. اوكي اخذتها يا شباب. هو شنو ماذا حدث ماذا حدث ليفل اور لوغ 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 لوغ. اوكي على ما اظن شباب بان زاد حجمي كما ترون. على ما اظن زاد حجمي حسب ما ارى. ما هذه المهمه شباب؟ لا تقل لي بان كل هذا باطفالها. اوكي شباب ما هذا؟ تمساح. لا 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 عمي عمي تمساح لحظه. شباب شباب انا اسف ما كان المفروض اسوي سويته. حلفتك بلحظه لحظة هدمت اللي بنيته. لحظة راح اكل هذم السمك العاديين لكي يزيد دمي وبعدها اعود هذم. يلزمني اعمر دمي فل شباب لكي اهجم عليهم لكن حتى هكذا يعتبر فل. لنهجم على التمساح شباب. تعال ساقضي عليه قبل ان اقضي حتى على السمكة عدوتي. تعال انقض عليه. اي بليز عمي تمساح انا فقط استهزئ. واه ثلاثة تمساح. الله يدي اسف. يا ربي اوه صوت التمساح مازال ورائي يا شباب. اوكي ذهب شباب الحمد لله. لنعود يا شباب لكن هذه المره لن نهجم على اي تمساح. اهجم مباشره على السمك هي امامنا يا شباب. نعم تعالي تعالي. واحد اثنان ثلاثه الان مسكتها اكلتها يا شباب. اوكي اين هي المهمه لم تنجز بعد شباب؟ الو ايه قالوا لي كيل 10 كرافتي تشيك تشيك. قالوا لي اقضي على 10 سمكات. هي سمكه صغيره كنت احسبها سمكه كبيره. سمكه اخرى امامنا يا شباب. تعال في علامه تعجب هذا يعني حتى هي سمكه ابو شلغوم. تعالي اثنان يا شباب كانت تبقت لنا هي واحده اخرى. تعالي تعالي لا تخافي لا تخافي لا تخافي. تعالي اوكي شباب اكلناها. ثلاثه الان. اي هشو تقول لي تمساح هشو اهبط انزل انزل. ليس تمساح. تعالي 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 تقضين على الرقابه الحرام. اوكي قضينا عنها شباب بكل سهوله. ايزي ميزي. هذا الحوض مليء يا شباب. الحوض اللي فيه التماسيح هي الاكله المفضله للتماسيح هذه السمكه شباب. اوه لا هذا شباب يا ربي يا تمساح. اوكي شباب ما علينا من التماسيح نتجاهلهم. اوكي قضينا عن واحد اخر. واي واي لنهرب شباب لنهرب علينا منهم. اوكي لناكل هذه السمكه ايضا سوف يزيد دمي لما اكلها. تعالي الانقضاض الابدي من السمك. اين هي سمكه ام شلغوم؟ اوه هنا هنا هذا الحوض مليء ومملوءه هنا يا شباب. تعالي ليش تضطريني اني اذهب الى التمساح ليش؟ تعال اوكي اوكي انجزنا المهمه يا شباب. يس 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 اوكي شباب انجزنا المهمه لنهرب على الان على التماسيح. ايش رايكم شباب نقضي على تمساح؟ تعال تعال اذا قضيت على تمساح فديم انا اصبحت قوي جدا. لا ترجع الى اصدقائك. سوف اعضي شباب وارد. تعال الله اكبر طلعت الى اليابس يا شباب بقوه الخوف. يا الله يا الله الحقني. هذا يا شباب يلزمني اقضي عنه هذا التمساح. هذا فقط هذا وما نزيدش هذا ما نزيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن حان وقت انتقامي. الآن يا شباب يلزمني أقتل التمساح وأنهي الفيديو. تعال إذا قضيت على هذا التمساح يا شباب فنبدأ. أوكي يا شباب. أي ليش يا رب قوي جدا ولد الحرام. أوه ما هذه القوة. أوكي استعدت القليل من قوتي لنهجم عليه الآن. والله ما اخليك يا ولد الحرام. تعال انت انت بالاخص. تعال تعال. اوكي شباب دمشت والله اني دمشت شباب. نستطيع القضاء عليه نستطيع القضاء عليه. تعال الحق بي. لا 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 استطيع القضاء. يا رب لا يلتهمني يا رب لا يلتهمني. اوكي شباب خسرنا ما علينا. قمنا بالواجب ما زلت صغير. اذا اعجبتكم هذه اللعبه يا شباب اكتبوا لي في التعليقات راح اطور نفسي في هذه اللعبه واصبح كبير. وهدفنا ان نقضي على هذا التمساح ولد الحرام. كان معكم الرقا احلى متابعين في العالم. احبكم واموت عليكم. نلتقي في الفيديو الجاي ان شاء الله والى اللقاء.